على ميدان نادي الصيد والفروسية انطلقت بطولة قفز الحواجز برعاية أميرية سامية دعما لهذه الرياضة واهتماما بالفرسان من الجنسين، والتي قدمت جوائز مالية ضخمة تعد الأكبر في بطولات الفروسية المحلية، والتي وصلت فيها إلى 50,000 دينار كويتي، ستجعل المنافسة على أشدها بين الفرسان بحثا عن منصات التتويج. بطولة جدا رائعة، أجواء جدا جميلة، يعني نسأل الله التوفيق لنا والجميع إن شاء الله في هذه البطولة. إن شاء الله البطولة هذه كانت تجهيزات، يعني الكل يعني قاعد يحاول يعني يكون بعز جاهزيته حقها. أول مرة صراحة أشوف هالكثر عدد مشتركين، فالتوقع من الفائز صعب خاصة المستويات متقاربة، لكن أتمنى السلامة حق الجميع والتوفيق للجميع إن شاء الله. الفرسان الخبرة وفرسان المراحل السنية تنافسوا بشكل مميز مع انطلاق البطولة، والتي تشهد تنظيما مثاليا وحضورا لافتا من مختلف الفرسان. بطولة متميزة بتنسيقها، وكذلك عدد المشاركين كان أكثر من العادة، والحمد لله وايد حلوة. كلمينا عن منافستك. شاركت بكلاس مترو 5 وكان 2 فيز، بس للأسف طيحت حاجز. والله هذا شرف لنا ولكل فرسان ان في رعايه حق بطوله قويه مثل هذه وفيها جوائز قيمه، وان شاء الله التوفيق حق كل الفرسان. والحمد لله انا قاعد نشوف الحين الفروسيه قاعده تتطور بالكويت، وقاعدين نشوف الفرسان يتطورون، وان شاء الله توصل لاعلى المراحل، وان شاء الله بالمستقبل فرسان الكويت كلهم يتوفقون الى اعلى المراكز ان شاء الله. تبقى بطولة كأس الأمين لفروسية قفز الحواجز الأقوى والأجمل، سواء بالدعم المادي والمعنوي أو شغف الفرسان في مختلف المراحل على تقديم الأفضل بأرقام عالية ومستويات قوية في عالم فروسية قفز الحواجز. انطلاقة مثالية لبطولة كأس الأمير لفروسية قفز الحواجز تشهد مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الفرسان بحثا عن الجوائز المجزية لهذه البطولة الغالية. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.